السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أريكم طريقة تنظيف النحاس وجعله أكثر لمعانا كما كان في الأول. نحتاج إلى مكونين، نحتاج إلى ملح والخل، ونحضر قطن. نضع القليل من الخل في الملح كما تلاحظون، نمسك الإكسسوار النحاسي كما تلاحظون، هذه الوزة فيها البقع ولونها غامض. نبلل القطن بالملح والخل ونبدأ بالحك كما تلاحظون، نحك كل الأطراف كما تلاحظون. بدأ يظهر اللمعان كما كان في الأول، ونركز على البقع. نبلل القطن ونستمر في الحك. انظروا الوزة الآن تسترجع لمعانها الأول. فهذه الطريقة ناجحة جدا وأنصحكم بها. انظروا النتيجة بين الوزة والجزء الآخر. نستمر بالحب انظروا الآن هو يسترجع لمعانه الأول. نقوم بإدخال القطن في كل الأماكن الضيقة كما تلاحظون. والملح يلعب الدور أيضا في تلميع النحاس، لأن الملح يعني هو خشن وهو الأهم. انظروا إلى النتيجة بينهما، بين اليمين واليسار، وهكذا نستمر كما تلاحظون. كما فعلنا في الأول نحك كل جهة هذه الطريقة فعالة جدا كما قلت لكم. وهذه الطريقة تنزع كل البقع واللون الغامض. انظروا الآن كيف أصبحت. يعني تستطيعون أن تتركوا، يعني بعد أن تبللوها بالخل والملح تتركونها بعد دقيقة أو دقيقتين ثم تبدأون بالحك وستظهر النتيجة. انظروا لمعان ساطع. نقوم
بغسلهم بالماء، ثم نحضر منديل جاف ونقوم بمسحهم من قطرات الماء. انظروا إلى النتيجة، رائعة جدا ولمعان كما كانوا في الأول. جربوها ولن تندموا عليها.